هو رهان، هو رهان عند الجيل ده. زي ما أسامة بيقول لكم، انت عندك طبعا جيل 82 برضه خسر البطوله 83 ورجع حقق كاس الكؤوس 84 و85 ثم السلسله الى ان رجع 87 خد البطوله و86 خدنا ثلاثه ابطال قوس متتالي. انت عندك بقى هنا الجيل ده على موعد انه يعادل الجيل التاريخي بتاع 2005، وده دافع وده حافز مختلف جدا، ولازم تحطه قدامك، لازم تحطه قدامك كمان مارسيل كولر. اللي انا بقول مارسيل كولر بالنسبه لي هو تجربه انا شخصيا مؤمن بيها تماما، وامبارح قلت ان مارسيل كولر ينتظر تحقيق اللقب عشان يتحط في حته فيها اسماء في النادي الاهلي بتقف عندها كتير، زي مستر مانويل جوزيه و2006، انك تاخد دوري وتاخد كاس وتاخد اتنين سوبر وتاخد رابع عالم انديه ثم تحقق دوري ابطال افريقيا. انا قلت الناس، العجائز، الاطفال، الطرقات، الشرفات هتمتلئ بصور كولر، كولر هيتحط في حاله، هيبقى قصة، هيبقى سيناريو، هيبقى حاجة مختلفة. وأنا قلت، وده رأيي الشخصي اللي أنا مؤمن على المستوى الشخصي بيه، إن شاء الله هنحقق اللقب، ولكن ماذا لو؟ فأنا سأجدد الأمل على كولر وسأعقد الأمل على كولر لعام آخر، لأن أنا شايف إن هذا المدرب الوقت اللي تقول فيه ده مش بعد المباراة، الوقت اللي تقول ده هو دلوقتي، وأنت لسه عندك فرضية إنك تكسب أو تخسر. أنا شخصياً بقول قناعاتي الشخصية في مارسيل كولر اللي أنا مؤمن إنه مدرب كبير وكبير جدا. كمان اتكلمنا عن المؤتمرات الصحفية. يمكن امبارح المؤتمرات الصحفية مش بس احنا هنستعرض معاكم كولر والشناوي، بس ما كانتش دي بس القصة. اللي احنا بنقوله هنا لما بنقول لك مصدقين، هو اللي عند لاعبتك، هو اللي في عيون لاعبتك، هو اللي في كلام لاعبتك، وعايز تحلل مش بس بادي لانجوج ولا الكلام ده خالص. عايز تحلل حد نفسيا، شوف ردوده التلقائيه اللي مش بتحضير، اللي مش حتى في المؤتمر، اللي ممكن في سؤال عفوي بيتساله، شوف ردوده هتطلع ازاي، وانت وقتها هتعرف كويس قوي ان الشخص ده مستعد نفسيا ولا لا. شفنا ده من الشحات امبارح، حسين الشحات كان حاضر بشخصيته وهو بيتكلم ان عامل الارض والجمهور لا يمثل اي عبء علينا، بل على العكس يمثل العبء على المنافس. إن النهائي المرة دي من مباراتين وإحنا كاسبين المباراة الأولى. شفنا عمرو السولية وهو بيرد بكل الأريحية النفسية اللي تدرس، وابتسامة تدرس وتدي ثقة وتدي تفاؤل. لما بتقال له مركب محمد الخامس واستاد الرعب والجمهور، قال له نكسب قدام أي حد، قدام أي جمهور، نرجع باللقب قدام أي جمهور. كان هو ده الرد التلقائي لعمرو السولية وغيره من التصريحات. أنا عايز أقف عند الفكرة والمنهج. امبارح شفت السوشيال ميديا بتاعت المغرب بدأت تغير كلامها بالليل، اللي هو انتوا عمالين تتكلموا كل الامور في الجمهور والملعب، فين تفوقنا الفني؟ وانا في رأيي ان ده كان السبب. لما انت شفت فريق الاهلي قدامك في الملعب، وده فارق ان كان في مباراة اولى، وشفت الفوارق الفنية، ده اللي مفرح فاندن بروك بانه خرج 2-1، ده اللي خلى الصحافة المغربية تستغرب ان هي عندها حالة فرحة وانت عندك حالة زعل، لان انا كنت قادر اكسب 3 و4. انا مش زعلان ان انا حسيت ان انا ضيعت البطولة، لا اطلاقا، انا هرجع بالبطولة من المغرب ان شاء الله. اللي مزعلني ان انا كنت شايف ان اقدر اكتر، بس ثقة في نفسي، وده اللي انعكس في تصريحات الجانب المغربي امبارح واسئلته اللي كلها راحت عن حاجات بره الكورة، ملعب، ارض، جمهور، فقل بتاع مباراة، كل الكلام كان بره الملعب. وعشان كده مارسيل كولر في مؤتمر الصحفي قال جزء من اللي احنا بنكلمكم فيه، ثم ايضا هنكمل مع الشناوي بعد مارسيل كولر، بس نشوف الاول مارسيل كولر، واكيد هيكون لنا معاكم تعقيب مهم جدا. Ja, also ich möchte mal sagen, dass wir das erste Spiel haben wir 2-1 gewonnen. Das heißt, sie haben zwar ein Tor geschossen, aber wir sind immer noch in Führung. انا عايز اقول في البدايه ان احنا الماتش الاولاني احنا فزنا، وانا باكد تاني احنا اللي فزنا 2-1، احنا الفايزين وبالتالي احنا اللي عندنا الافضليه. Und es hat auch nicht das ganze Spiel auf den Kopf gedreht, weil wir ja immer noch führen. والهدف ده ما قلبش المباراه ولا غير اي حاجه، لان احنا اللي كسبانين، ما زلنا احنا اللي فايزين. Und meine Spieler haben oder unsere Spieler haben schon x Spiele vor 60.000-70.000 frenetischen Fans gefeiert und gespielt.
واحنا لعبتنا عن لعبه قدام 60,000 واكثر من 60,000، ولعبت قدام عدد كبير من الجماهير من مختلف الانديه والدول كتير، وعندهم الخبرات التعامل مع المواقف زي دي. Und all die Zuschauer, die außen rum sind, die werden ja nicht mitspielen. Die werden zwar schreien und tun, aber entscheidend ist, dass unsere Spieler das spielen, was wir ihnen vorgeben. Und das ist Fußball. Und dann werden wir sehen, wie dann das Spiel ausgeht. والجماهير في المدرجات، انا وده لعيبه عارفاه كويس واحنا عارفينه كويس، ما بتنزلش تلعب على ارض الملعب، هي قاعده بره، ممكن صوتها يبقى عالي بس شويه، لكن هي ملهاش اي تاثير على كره القدم. كره القدم في ارض الملعب فقط في المستطيل الاخضر، واحنا عارفين ان احنا ان شاء الله متحضرين ان احنا نتعامل مع الموقف ده، ولاعيبتنا قادره انها تتعامل مع الموقف ده، فما عندناش مشكله بخصوص الجمهور. بالعكس، ده بالنسبه لنا اجواء جميله. ده بيحصل في اي فريق في العالم، ان يبقى عنده لعيبه مصابه وترجع من الاصابه، عنده لعيبه بتعمل اخطاء. انا ممكن اقول لحضرتك كمان قائمه كبيره جدا من لعيبه الوداد اللي في الماتش الاول عملت كم اخطاء كارثيه، ممكن اقول لك برده كده، لكن مش هنخش في الحتت دي. احنا ده جزء من كره القدم، ان اللعيب يبقى راجع من الاصابه ويرجع، ان اللعيب يبقى عمل خطا وعادي وارد، ودي دوري ان انا بتكلم مع اللعيبه وباهل اللعيبه كويس. اللعيبه اللي حضرتك ذكرتها بالذات كمان من اكتر اللعيبه اللي عندها خبرات في النادي الاهلي، وبالتالي ما بتتاثرش باي حاجه من المواقف اللي حضرتك قلتها. هم بالعكس كمان لعبوا ماتشات كتير قدام جمهور في ظروف اصعب من كده بكتير، فبالتالي احنا معدين فرقتنا كويس، هم جاهزين وما عندناش اي مشاكل من النوع ده. كره قدم كل فريق في العالم عنده مشاكل بتظهر، بيبقى في غيابات، بيبقى في اخطاء، والمدربين بيتعاملوا مع الامور دي، وانا عندي من خبراتنا اقدر اتعامل مع مواقف زي دي. Ich habe noch was. Bei uns hat vielleicht, oder er hat jetzt gesagt, ein Spieler hat einen Fehler gemacht. Bei unserem Gegner haben zwei Spieler einen Fehler gemacht, sonst gibt es ja keine Tore. أضيف بس كمان حاجة، حضرتك بتتكلم على إن لاعب عندنا عمل خطأ، الوداد عنده اثنين عملوا أخطاء بدليل إن إحنا جبنا جونين، فده وارد في كرة القدم. أول شيء بس أنا هذكر موقف واحد فقط من المباراة، أعتقد إن حضرتك داري بكرة القدم كويس، تعرف كرة القدم كويس، لما يكون موقف بس، لما يكون لاعب يمسك الكرة بيده وفي اثنين من منافس رايحين جوه مباشرة من نص الملعب، وهو آخر واحد في الملعب ويمسك الكرة بإيده بشكل متعمد، أعتقد حضرتك تعرف قواعد كرة القدم كويس زي إن دي كارت أحمر مباشر. اللي ضايقني إن كان في حكم وفي أربعة بالفار والخطوط ما ادوش الكارت الأحمر، فده اللي ضايقني وده الموقف اللي ضايقني. بالنسبة للموضوع حضرتك بتقول إن إحنا قدمنا اعتراض، لأ إحنا ما قدمناش اعتراض، وبالتالي بقية السؤال كان لم يكن بالنسبة لي، لأن إحنا ما قدمناش اعتراض أصلاً على الحكم المباراة. هو في البداية طبعاً لما يعني أنت كنت متقدم ومسيطر على المباراة ويدخل في الجون في دقيقة 86، ده بيعمل بعض الإحباط والزعل، وده طبيعي. قعد فترة بس كده بعد المباراة لغاية أما أنا على طول كان ليا رد فعل في أوضة اللبس بعد المباراة مباشرة، دخلت أوضة اللبس اتكلمت مع اللعيبة بشكل قوي جدا، وكان عندنا أسبوع وقت دلوقتي بين المباراتين، قدرنا إن احنا نعمل حاجات كتير مع اللعيبة وجلسات، واتكلمت مع اللعيبة كتير. لا أقدر أضمنه لحضرتك إن اللعيبة إن شاء الله بكرة مستعدية 100%، إن شاء الله جاهزين لمباراة الغد، وهيقدموا مباراة كبيرة إن شاء الله، أنا متأكد من ده. بأكد مرة تانية إن إحنا الحمد لله الماتش الأولاني إحنا اللي كسبانين، إحنا اللي فايزين، والمنافس هو اللي عنده الضغوط، هو اللي محتاج إن هو يعمل أكتر، وإحنا إن شاء الله هنكون على الموعد بكرة، وبإذن الله نحقق نتيجة إيجابية وإن إحنا نرجع بالكأس بإذن الله إن شاء الله. ده كان كلام كولر، اللي مهم جدا إن أنتوا تعرفوا إن المدير الفني زي ما قلنا لكم في البداية بيكتسب خبرات مع كل خطوة في أفريقيا، وده اللي عمله كولر، وده النهارده المدرب اللي بيتكلم عن فكرة الأرض، فكرة الجمهور، إن الجمهور مش هيلعب. أعتقد يا أسامة يعني كولر، كنا اتكلمنا هنا بدري عن فكرة المؤتمرات الصحفية وإنه محتاج يفهم أفريقيا، الراجل اللي قدامنا ده بدأ يفهم كويس قوي. والله الحقيقة هو مستر مارسيل كولر يعني الثقة فيه موجودة في محلها، وأنت لما تيجي تقيم مدير فني دايما بتقيم من حيث النتائج. لما تيجي تتكلم في مدير فني ونتائج هتلاقيه بنسبه كبيره حاسم الدوري اكلينيكيا، واخد 2 سوبر، واخد كاس مصر امام المنافسين اللي موجودين محليا، ووصل للمباراه النهائيه. دايما وابدا كلامي عن المباراه النهائيه بيبقى فيه تفاصيل صغيره بالتاكيد، ولكن التوفيق عامل مهم جدا. عشان كده انا دايما بقول وصولك للمباراه النهائيه هو ده نجاح، لكن انت كنادي اهلي
قدرك دايما وابدا ان انت تسعى للبطوله، سعيك للبطوله ان انت تكون فنيا على ارض الملعب افضل، ان انت تتجاوز اول ضغط جماهيري، ودي النقطه اللي احنا عايزين نتكلم فيها. كل الكلام اللي جاي من المغرب بيؤكد ان في حاله قلق من قوه النادي الاهلي الفنيه. مؤتمر صحفي بالكامل كل اسئلته عباره عن اسئله الكعب العالي، عقده المغرب، عقده الوداد، النادي الاهلي في النهائيات امام الوداد، الضغط اللي كولر عمله على حكم المباراه لانه اعترض عليه، كل الامور دي بتخلينا واثقين ان احنا في مكانه مختلفه فنيا. الكلام اللي اتقال عن حسين الشحات واتقال عن قفشه وايضا اتقال عن عمرو السوليه، لا كمان ياسر ابراهيم، تخيل ياسر ابراهيم طالع بيقول اننا عندنا القدره اننا نحصل على البطوله، فيجيبوا صوره ويحطوها رغم المخاوف بيحاول يدعي ان هو مش خايف. هم عاوزين يوصلوك لمرحله ايه؟ العب الجيم بره الملعب، العب نفسيا. ال 90 دقيقه احنا ما يشغلناش خالص، لا احنا عاوزين نبعد عن ال 90 دقيقه وعايزين نبعد عن الامور الفنيه لان النادي الاهلي متفوق فنيا. في اللحظه دي انا بقول لك ان شاء الله تسجيل النادي الاهلي لهدف في مرمى الوداد هينهي الامور تماما. ليه؟ الفرقه كلها بالجماهير بالجهاز الفني بتصريحات فاندن بروك بتتكلم عن ان مفيش استعداد نفسي لاستقبال الوداد لهدف، كله بيتكلم عن ان الهدف اللي سجله بوهره في مباراه الذهاب غير مسار البطوله، كله بيتحدث ان 1-0 كفيله للوداد بالبطوله رقميا، اه لكن انت عارف يعني ايه تكون مش مستعد نفسيا كفريق ولا مهيئ ان انت تستقبل هدف في التوقيت اللي النادي الاهلي مستعد فيه لاستقبال هدف بل اتنين. تقلقش، طمن، انت 2-0 انت في المباراه، 1-0 انت في المباراه، انت بتلعب كنادي اهلي على انك تسجل هدف او انك تطلع بشباك نظيفه، قادر على انك تطلع بشباك نظيفه. ده انا هقول لك كمان الاهم، اللعيبه دي في البطوله الماضيه كانت قدام الرجاء البيضاء المغربي بنفس الظروف بنفس الضغط الجماهيري، ولكن اختلف المدير الفني، رحت استقبلت هدف يطيح بيك بالبطوله من اول 5 دقائق في مباراه العوده. ايه اللي حصل؟ قدرت ان انت تلم نفسك فنيا داخل ارض الملعب، نفسيا داخل ارض الملعب، قدرت ان انت تسجل هدف بعد ما اضعت كمان ركله جزاء وكنت الابر هاند في المباراه. عشان كده كل كلام الصحفيين، كل كلام المحبين لفريق الوداد البيضاوي المغربي، كل كلام المدير الفني اللي الحقيقه بيطمني جدا بتصريحاته، الان من مواجهه النادي الاهلي وبيبحث عن عوامل خارجيه. وعشان كده احنا مركزين في ال 90 دقيقه. اتكلمنا عن مملكه سامي قبل كده كتير، وانا واحد من الناس ما بحبش اشوف مملكه سامي على الاطلاق، ما بحبش اسمع اسم مملكه سامي على الاطلاق، ولكن كان في يعني حديث جانبي بيني وبين كابتن سيد عبد الحفيظ قريب، قال لي مش بنفكر في اي حاجه غير الملعب، لا هنفكر في جماهير، لا هنفكر في حكم، ايا كان مين الحكم، قادرين اننا على ارض الملعب اننا نحيد الحكم. ده مهم جدا، بالتاكيد هيكون عندنا كلام كتير جدا عن المؤتمرات الصحفيه، وبالتاكيد هيكون عندنا كلام عن جاهز الشناوي، نطلع ونشوف تقرير الشناوي عشان عندنا تعقيب مهم جدا. طبعا احنا عارفين ان المباراه قويه ومباراه صعبه جدا، احنا كان عندنا ماتشين، الماتش الاولاني خلص في مصر خلاص احنا نسينا المباراه الاولانيه، ودلوقتي بنفكر في المباراه الثانيه، وان شاء الله زي ما الكوتش قال احنا حضرنا بشكل كويس جدا للمباراه، وان شاء الله يبقى التوفيق معنا بكره ان شاء الله، ونرجع بالكاس ان شاء الله للقاهره. اكيد طبعا المباراه الاولانيه طبعا مصطفى طبعا قدم مباراه قويه جدا، واي حد بيبقى في النادي الاهلي بيلعب في النادي الاهلي بيبقى قد المسؤوليه، انا او علي او مصطفى طبعا، يعني هو ابن كابتننا الكبير كابتن احمد شوبير طبعا، اللي احنا بنتعلم منه كل حاجه في الادب والاحترام واللعب طبعا، وشيء مصطفى شوبير بالنسبه لنا يعني هو اخونا الصغير، وهو كان كمان يعني قبل الماتش اتكلمنا معاه انا وعلي اتكلمنا معاه، وطبعا هو عمل ماتش كبير، وان شاء الله ده يعني اقل حاجه يعملها واللي جاي افضل ليه، ربنا يكرمه ان شاء الله. اكيد طبعا احنا بنفكر في ماتش بكره، ما نفكرش في الماتش اللي فات، احنا خلاص الماتش ده كان ماضي، احنا دلوقتي بنفكر في بكره. اللعيبه كلها يعني بقى لنا فتره كبيره الحمد لله بنلعب، لعبنا كتير في المغرب ولعبنا لسه لاعبين من شهرين هنا في المغرب برضو،
بالنسبة لنا اللعيبة كلها اتحطت في الموقف ده، وهي عارفة يعني ايه اللعب في المغرب وسط الجمهور الجميل اللي احنا بنلعب فيه، بنكون مستمتعين اللي احنا بنلعب في الجمهور، بين الوداد بين الرجاء بين اي حد احنا بنكون مستمتعين، حتى في ارضنا برضه بنلعب في وسط جمهورنا بنكون مستمتعين. اهم حاجة في الاول وفي الاخر نطلع نعمل مباراة قوية، مباراة تبقى مستمتعة للجماهير، وتبقى زي كوتش ما قال تبقى مباراة مميزة للكورة، دي اهم حاجه. اللعيبه مستعدين بشكل كويس، وهم عارفين يعني ايه اهميه المباراه، واحنا بالنسبه لنا عارفين قيمه المباراه، احنا بنلعب نهائي افريقيا. طبعا الماتش او ماتشين ده بالنسبه لنا احنا بقالنا فتره كبيره بنلعب ماتشين بس، هي نسختين بس اللي لعبنا مباراه واحده. طبعا بالنسبه لنا اللعيبه فاهمه الكلام ده، واحنا بنتكلم معاهم وعارفين قيمة المباراة، واحنا خلاص خلصنا الشوط الأولاني، وإن شاء الله بكرة ربنا يوفقنا ونرجع بالكأس إن شاء الله. مش عارف صراحة السؤال، بس تمام يعني أكيد أي لعيب بيبقى موجود في القائمة بيبقى موجود هنا في المغرب بيبقى يكون جاهز. طبعا دي الرؤية الفنية بتاعت الكوتش، طبعا احنا كلنا جاهزين، القائمة كلها ال 24 اللي موجودين كلهم جاهزين، أي حد يكون موجود هيقدم دوره بشكل كويس جدا. برضه انتوا بتحبوا تتكلموا في الماضي، انا مش عارف ليه، احنا عندنا ماتش بكره تمام، واحنا كاسبين الماتش اللي فات تمام، يعني انا بدايه كلامي اصلا احنا نسينا الماتش اللي فات، انتوا بتفتكروا ماتش من سنه تمام، انا عندي ماتش بكره، الفرقه كلها مركزه ماتش بكره، ان شاء الله هنرجع بالكاس ان شاء الله.